تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. طبعا إحنا مسيحيين ولا ننسى أننا مواطنون فلسطينيون عرب، ومش لازم حدا ينسى أنه المسيحيين هم أول مواطنين للدول العربية، ومش لازم الواحد ينسى أنه كفلسطين اسم فلسطين أول مواطنين إلها طبعا هم المسيحيين، لأنه أساسا الإسلام أو الجيوش الإسلامية لم تدخل غزة إلا في عهد أول خلفاء، يعني خلينا نقول سنة بين 635 إلى 637. في مصادر بتقول 637، في مصادر بتقول 635. شو يعني 637 635 بعد المسيح؟ متى تأسست الكنيسة؟ سنة 30. معناها من سنة 30 نعم في عنا تبشير لهذيك المنطقة عن طريق مين؟ الشماس فيليبوس، مش الرسول فيليبوس، الشماس فيليبوس. شماس هي كلمة آرامية سوريانية تقابلها باليوناني ذياكونوس، يعني الخادم، هاي معنى الشماس، مش تبع الشمس يعني اللي بحط اللي بحمل شمسية للمطران، ما هو في ناس بفكروا هيك، أو اللي بتشمس بالشمس، لا. نقرأ في سفر أعمال الرسل فصل 8 آية 21، قال ملك الرب لفيلبس اتجه نحو الجنوب في الطريق التي تذهب من أورشليم إلى غزة وهي طريق مقفرة. مقفرة يعني إيش؟ يعني موحشة. وهناك بيلتقي بالطريق، إذا في منطقة أسدود هناك بيلتقي بوزير الملكة الحبشية. الملكة الحبشية كان تحمل لقب قنداقة، قنداقة زي ما ملوك مصر كانوا يحملوا لقب فرعون، فرعون يعني البيت العالي أو البيت الكبير. وطبعا هذا كان الوزير الحبشي، هذا كان جاي بسموهم من الذين يتقون الله أو يمكن من المتهودين، يعني هذا حبشي أساسا، الحبشي لسه كانت وثنية بس لكن كان متعاطف مع الدين اليهودي، يؤمن بإله واحد، يمكن حتى كان صار متهود، يمكن يعني كان صار يهودي. كان بيقرأ بسفر أشعيا النبي أنه فصل 53، كان بالعربة تعرفوا وزير هو يعني. ففليبوس سأله هيك من الباب للطاقة، قال له أتفهم ما تقرأ؟ قال له بصراحة، أو زي ما بقولوا بالصعيدي، بصراحة ربنا مش فاهم وين الله حاططني، هذا بقول كساق كشاة سيقة إلى الذبح ولم يفتح فاه. النبي هذا بيحكي عن حاله ولا بيحكي عن واحد تاني؟ ففليبوس الشماس فسر له إنه هاي نبوة كتبت على الأقل 600 سنة قبل يسوع المسيح الناصري، وهي بتحكي عن يسوع. وفعلاً إذا بتقرأوا الفصل 53 من سفر أشعيا بتلاقوه كأنه بصور إيش آلام السيد المسيح. نعرف إنه رسمياً انتشر الدين المسيحي وظهر في غزة في القرن الرابع الميلادي. ليش الرابع الميلادي؟ بعد ما صار في حرية للمسيحيين، الحرية اللي أعطاها مين؟ قسطنطين، الإمبراطور قسطنطين، اللي الكنيسة البيزنطية بتعتبره مع والدته القديسة هيلانة زي ما بنقول دائما إيسا بوستولي، يعني معادلين للرسل.
من أهم شخصيات غزة. طبعا غزة بدناش نقول تاريخها الطويل، نوصل بس للفترة السابقة للفترة البيزنطية يعني للقرن الرابع الميلادي، كان فيها كتير ناس، من جهة بدو، من جهة اليونان، عشان هيك يمكن في ناس من غزة اليوم شكلهم يوناني كمان، من جهة نفس الفلسطينيين. الفلسطينيين ما هم شو أساسهم؟ مش الفلسطينيون اللي هم إحنا اليوم، الفلسطينيون هدول أجوا من جزيرة كريت يعني جنوب اليونان، وقعدوا في البنتابوليس سموه يعني بالخمس مدن، أسسوا خمس مدن كل على النمط الإغريقي. شو هو النمط الإغريقي اليوناني؟ كل مدينة دولة لحالها. وشو هي هالمدن؟ طبعا بهمونا احنا اليوم، من هالمدن في بس مدينة واحدة اليوم في يعني الحكم الذاتي الفلسطيني، معلش نقول حماس يعني مش يهودي، اللي هي غزة. أما الباقي فهو تعرفوهم، عسقلان، أسدود، عقرون، وجت. غزة، عسقلان، أسدود، عقرون، وجت. طيب القديس إذا كان فيها كمان كثير وثنيين. القديس بورفيريوس أسقف غزة، الله قدره وأزال المعابد الوثنية، كان في على القليلة 8 معابد وثنية، القديس بورفيريوس حولها إلى كنائس، خصوصا أنه معبد، معبد المعبود ماناس، ماناس حولوا إلى كنيسة القديس يوحنا المعمدان. بس مبين هاي كثير من كنائس يوحنا المعمدان حظها مش كثير حلو. كنيسة يوحنا المعمدان في دمشق شو صارت؟ الجامع الأموي جنب كنيسة المهد، كان في برضه كنيسة يوحنا المعمدان، وبظن انه تحولت الى جامع، وهي ايضا تحولت الى الجامع الكبير. هل بتسمع عن الجامع الكبير في غزة؟ الجامع الكبير في غزة هو ايش؟ هو كنيسة القديس يوحنا المعمدان. مرة كان احد الاحباء قال لي انه هو كنيسة القديس بورفيريوس، كلامه صح وغلط، مش على اسم القديس بورفيريوس. اذا ليش قال لي هي كنيسة القديس بورفيريوس؟ لانه القديس بورفيريوس هو اللي حولها من معبد وثني الى مدينة مسيحية. هلا في اشي تاني مهم جدا، شو هو؟ انه قطاع غزة كمان كان الطريق من مصر وسيناء الى سائر فلسطين. عشان هيك كل هالرهبنات اللي بنشوفها هون في جنوب بيت لحم، عندنا دير مارسابا، تيودوسيوس، كل هاي، وبعدين في الطريق الى اريحا بهاي الصحراء، كل هاي الصحراء هاي، من وين اجت فكرة النسك والرهبنة؟ من القديس أنطونيوس الكبير المصري. مين كان من تلاميذه؟ من تلاميذه أجوا على غزة، أعتقد إذا أنا مش غلطان القديس إلاريون، أها، وهدول. إذا انتقل، كيف أجا الحركة النسكية؟ عن طريق غزة. مع الأسف اليوم بنشهد هالأحداث المؤسفة اللي فيها أطفال ونساء وشيوخ يطالهم القصف، وهم ما إلهمش ولا أي إشي، لا في مقاومة، بشر مساكين بدهم يعيشوا في غزة على ما يبدو. وقطاع غزة أو مدينة غزة في أكبر كثافة سكانية في العالم كله، ولكن بالنسبة لنا إذا إحنا بنحزن على غزة مرتين، مرة كفلسطينيين، ولكن كمان بنحزن كثير على وضع المسيحيين في غزة. ما ضلش منهم أكثر من يمكن 1500، مع إنه من غزة عائلات
عريقة جدا، عائلات خصوصا أرثوذكسية معروفة يعني طرزي وصايغ وشحيب هم الأساس. نعم، كل هاي العائلات العريقة اللي تشردت من هون وهون أساسها من وين؟ من مدينة غزة أو حتى يمكن من. وقبل ما أجي على الندوة فتشت في كتاب عن الآثار المسيحية بقرب غزة. هلأ في عندنا كتير قرى صح ولا لا؟ يعني هلأ قطاع غزة قديش فيه؟ ما أقل عن مليون ونص. في كتير من القرى اللي اليوم لا يوجد فيها ولا أي مسيحي، قديما كانت عامرة بالمسيحيين ولليوم في آثار. وأعتقد أنه وزارة السياحة أو إحدى الوزارات الفلسطينية بالتعاون مع بعض الكتاب المسلمين من غزة عملوا كتاب عن تاريخ غزة، وطبعا موجود فيه هذا التاريخ المسيحي اللي مش مذكور عنه ولا حرف في المناهج الدراسية. شكرا لإصغائكم.